الاهلي الى نهائي كاس السوبر المصري في ثوبه الجديد زي ما بيتقال. طبعا دي الخلاصه اللي طلعنا بيها بعد ماتش امبارح. وطبعا ماتش امبارح كان ماتش صعب وفوز مهم جدا الحقيقه في البلاس 90. عندنا كلام كتير هنتكلم فيه يخص هذا اللقاء ويخص الماتش المرتقب ان شاء الله يوم الخميس الجاي. كل الملفات دي هنفتحها وهنتكلم في كل تفاصيلها مع كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق اللي بنسعد وبنتشرف وبنتنور دايما بوجوده معاك. حبيبي يا كريم، صباح الفل يا كابتن ماهر. صباح الخير حضرتك على اهلاويه في كل مكان. حبيبي والله الحمد لله رب العالمين، كله بخير، مفرحنا. طبعا احنا أكيد. في منتهى السعاده مليون في المية بصراحه مليون خلال في الفتره المية. دي من لعيبه الاهلي والاداء اللي بتتعمل اذا كان في كاس العالم للانديه او السوبر. الحمد لله. انا كنت لسه عايز اسالك، تحب نبتدي من اول كاس العالم للانديه ولا ندخل على الماتش اللي جاي ولا نبتدي ماتش امبارح ولا تحب ما هو ايه كاس العالم للانديه يا كريم، رؤيتك للمشوار بقى في النسخه دي؟ مشوار جميل جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت، ويمكن قبل كاس العالم للانديه كانت الامور مصعبه، يعني مباريات فيها تعادل، الاداء ما كانش بيرتقي بمستوى لعيبه النادي الاهلي. لكن في كاس العالم احنا بنبقى مطمنين الحاجات اللي فيها التجمع خلال الاسبوع، اللعيبه بيبقوا في معسكر مع بعض، الحب والالفه بتزيد والدوافع بتزيد اكتر، والتركيز كمان مهم جدا يا كريم كان موجود في بطوله كاس العالم للانديه. النادي الاهلي اتنقل نقله كبيره جدا، واحنا كلنا راهنا على كده، لان احنا عارفين معدن اللعيبه دي، واللعيبه دي بتحب الماتشات اللي هي فيها صيت طبعا. اللي فيها اسماء اللي فيها نجوم بهذا أكيد. الشكل أكيد. فكانت البدايه طبعا مع اتحاد جده كانت مهمه جدا بالنسبه لنا. مكسب على ذكر التركيز يا كابتن ماهر قبل ما النقطه دي تهرب مننا، على ذكر التركيز، في ناس شافت ان مرجعيه سلسله اهدار الفرص المحققه رجع اما لعدم التركيز او قله التركيز، ده لو حيدنا كمان التوفيق من عدم، واخد بالك ازاي، او انه يبقى فيه استسهال. فانت شايف ان يعني ايه السبب الحقيقي اللي وراء هذا الكم من الاهداف المهدره اللي لو كانت نصها بس دخل في شباك الفريق المنافس كان زمان وضعنا غير في كاس العالم للانديه وفي الدوري وفي السوبر وفي كل البطولات اللي بتشارك فيها؟ والله كريم عايز اقول لك حاجه، يعني الفرصه لما بتيجي المهاجم بيبقى عايز يجيب، يعني عايز يسجل، لكن بيبقى فيها توفيق وعدم توفيق بشكل كبير. لكن عدم تركيز ما افتكرش، لان البطوله دي بالذات طب تسرع ممكن، والتوفيق وعدم توفيق كمان بتاخد نسبه كبيره جدا. ليه بقى؟ لان يعني ساعات بيبقى المهاجم في وضع مثلا تشريحي مش مظبوط. وده شفناه ماتش امبارح على فكره. بالظبط. طبعا فاكتر من هجمه. فاوقات كثيره بس جدا. بس الاستدامه يا كابتن ماهر، يعني عارف لما الكلام ده يحصل 3 4 5 مرات وارد جدا اقول لك احنا ما كناش موفقين، لكن لما يحصل 35 مره مثلا لما اقول اي كلام يعني، لا يبقى هنا احنا عندنا مشكله، والمشكله دي فيها استدامه، يبقى لازم نشوف حلها ايه. والله يا كريم هو الراجل بيأيد، يعني على طول الراجل واقف بالورق والقلم وبيأيد كل الفرص ديت، بيأيد بالعمق، بيأيد من الاطراف، بيأيد واحد ضد واحد، بيأيد ازاي والدقيقه، بيأيد مهارات ضرب كره براس، بيأيد وبيشتغل عليها. بس مع الاسف يا كريم انك انت كل ثلاث ايام هو الراجل مش قادر يا عيني يصلح الاخطاء دي، كل ثلاث ايام ما بيصدق موضوع الاستشفاء ياخده واللعيبه تبدا تريح عشان تقدر تقاوم في المباراه اللي جايه، خصوصا احنا بنلعب كل ثلاث ايام. والحقيقه كل التلاحمات دي سمعت جامد في ماتش امبارح، شفنا كل اللعيبه في حاله من الاجهاد الملحوظ. بالظبط. ومع هذا كمان بنحيي اللعيبه وبنحيي الجهاز، ان مستر كولر في البطوله دي ركز على ثبات التشكيل، وده اللي فرق معانا، ده اللي ادانا الشكل الجميل في كاس العالم للانديه، ده اللي وصلنا للبرونزيه. واحنا كمان مش موافقين، التحكيم كان ليه دور كبير جدا في حته ان احنا ما نروحش للنهائي، لكن سبحان الله وده قدر النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك ان التركيز كان واضح قوي من خلال الاداره الفنيه قبليها، طبعا مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، وطبعا ربنا يشفيه والوعكه الصحيه، والراجل بيتحمل عن نفسه هو مجلس ادارته برضه، كانوا ملفوفين حوالين اللعيبه وسافروا، وده بيدي بوش وبيدي سبورت للجهاز واللعيبه بشكل كبير جدا وجميل لما بيلاقوا مجلس ادارتهم موجود في ظهرهم، موجود معاهم في كل في التمرين، موجود معاهم في الاجتماعات، موجود معاهم في المباريات، بيدي دفع كبير جدا للعيبه. مستر كولر كمان استراتيجيته في المباريات رجع تاني لتثبيت التشكيل وتثبيت التشكيل، احنا شفنا ثلاث مباريات ادوا ازاي، لما عندك ثبات في التشكيل كريم بيفرق معاك. اي نعم بيبقى في سنه اجهاد واضح قوي في مباراه السوبر اللي فاتت، لكن كان مهم جدا تثبيت التشكيل ده عشان نقدر نطلع بيه بره الامان، لان الفرقه اللي احنا بنلعبها فرقه كانت مصنفه.